هلا، قبل ما تشوفون الحلقة لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلوا الجرس. جاهز؟ آه. انت شكلك جاهز من الصبح. اوكي. هلا فتحي. اهلا وسهلا. بصراحة كيف حالك؟ الحمد لله. انا بديت بصراحة. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وبعد بصراحة نبدأ بهالمقدمة. الحمد لله على كل حال، ولكن الحاليا فتحي كيف بشكل عام بدقة؟ كويس جدا. يعني لو أنا فاهم سؤالك يعني مظبوط، بس هو بيجي لك أوقات بتبقى ناقم من حاجة، بتبقى متوقع شيء وما بيحصلش، حاجة بتحصل مش زي ما انت عايزها بالظبط، بس بعد شوية انت بتبتدي تقبل فكرة الأبس أند داونز يعني. فعشان كده الحمد لله دايما. ففتحي في هالفترة ولا في هالسنة ولا في هالشهور جيد مش جيد، مضغوط سعيد؟ لا، تقدر تقول يعني ما اقدرش اقيم بانه كويس او لا ومضغوط او لا، بس تقدر تقول ان في بعد شويه هيبقى في اعاده تقييم. يعني بتبتدي بالوقت بتشوف منظورك في الامور كلها بيتغير، سواء في الشغل او في الحياه او في الحياه الاجتماعيه او في فاعتقد انه بيبقى في او انا داخل على مرحله بيبقى فيها ان انت تشوف ان في حاجات كتير قوي ما كانش المفروض تشوفها كده، وامور كتير ما كانش المفروض تتوقف عندها. يمكن يمكن بتشوف الحاجات بحجم اقل شويه، او هو حجمها الطبيعي اقل مما انت كنت شايفه. بس تعرف الصوره اللي جتني، تعرف يوم نحن صغار لو كنا، انا كنت عايش في شقه اتذكر مع اهلي، كل شيء تحسه كان كبير. تعرف بعدين تزوره يوم تكبر تقول شال الغرفة الصغيرة. وهاللعبة الصغيرة، بس يوم أنت هالصغر وأظن تشوف العالم تشوف كل شيء أضخم كبير. بس سبحان الله تكبر، فأنا حسيت نفس الفكرة. نحن مرات نضخم الأشياء بعد كم سنة نقول يا أخي ليش كبرت الموضوع، موضوع بسيط كانت. صحيح. والدليل على كده أن أنت لما بترجع الأماكن اللي أنت كنت فيها في طفولتك بتحس انه زي ما يكون المكان بقى اضيق، وما فيهوش البراح اللي احنا كنا بنحس بيه ده، ان الدنيا سيعانه وواسعه وكده. حتى الالوان، لان انت انطباعاتك عن الالوان وانت طفل، انطباعك النفسي عن اللون غير ما انت وانت كبير. بس خليتني تعرف فتحي افكر في نقطه، ان الانسان في نقمه في التجربه. حلو التجربه، اكيد نحن ننضج ونتعلم ونكون حكمتنا يمكن تزيد والعلم يزيد، بس احس في العلم نقمه بعد، في جانب يعني اللي كان يسعدك وانت طفل اشياء بسيطه الحين ما تسعدك. بالون يجيك بالون تقول اوف، الحين تجيب بالون تقول ان شاء الله يجيب لك 1000، تقول يعني خلاص. انا اللي يسافر يروح من اكونومي الاكونومي اول مره، اوه طياره
بعدين طيارة شو يعني طيارة؟ قبل واحد يوصل من المطار نحن بالورود ننتظر أحينا يعني. فمرات أحس في النمو والخبرة ما فهمت شو قصدي. السعادة هاي تروح، البراءة يمكن ما أدري. لا هو السعادة كانت بتيجي بأمور بسيطة جدا جدا. دلوقتي السعادة عزيزة وغالية، ومش بالضرورة إنه الحاجة اللي كانت بتسعدك في زمن فات يعني أو في ذكرى أو في بتاع إن هي تفضل تسعدك، ما لأن أنت ما بقتش نفس الشخص. صح خالص. أنت كل يعني مش بكل تجربة ولا بكل يوم ولا بكل سنة، أنت بكل لحظة أنت تغيرت والعالم اللي حولك تغير وحالتك تغيرت فاللي كان بيساعدك الأول ما بس بيفضل برضو بيفضل برضو حاجة أنت لما بتفتكرها النهاردة وهي عد عليها سنين بتلاقي نفسك ابتسمت الابتسامة دي. أيوة. وترجع لنفس الوقت ده وتستحضر اللحظة بالظبط، وحتى المكان، حتى درجة حرارة المكان، حتى ريحة المكان انت بتستحضرها تاني، بس دي في لحظات نادرة جدا في حياة البني آدم يعني. صح. لو عطيتك فتحي ورقة بيضة وقلت لك ترسم لي حالتك النفسية في هالفترة، شو ترسم؟ أنا ما عنديش البريدج ده، بس هحاول أفكر فيه يعني. أعتقد إنه دلوقتي هيبقى في ستريت لاين كده، ما فيهوش ال مطبات. لا لا الحمد لله. بيس. اوي الحمد حلو. لله حلو. آه. اول مره اسمع في رسمه شيء عجبتني. انت منو فتحي؟ كيف توصف نفسك؟ اي نوع يعني؟ يعني انت مين؟ كيف توصف نفسك؟ هذا سؤال عريض جدا وسؤال مغري جدا للأنا، وعشان كده لازم لما اجي اتكلم عن نفسي لازم اسيطر جدا على الأنا. فأنا هقول لما تسألني عني أنا هقول الحاجات اللي أنا بشوف إن هي عيوب. أنا بشوف إن أنا بشكل ما متسرع، وبشكل ما في أوقات مش المفروض أبقى فيها كده، حكمي بيبقى عاطفي مش عقلاني، وأنا بشوف إن ده حاجة مش تمام، مش المفروض ان انا بقى كده يعني. حتى لو في بعض الامور مش المفروض ان انا حكمي يبقى وجداني، لازم حكمي يبقى عقلاني. انا شخص كسول جدا يعني، انا لو اتخن شوية كان المفروض ابقى باندا مش بني ادم. أنا بزهق بسرعة، أنا مش دؤوب. ما يمكن عشان أنا شوية مش متفائل، مش الشخص مش متفائل يعني، مش متشائم، بس الحياة مش طول الوقت عندي بنبع يعني. فأنا بزهق بسرعة ما عنديش فكرة الأمل، اللي هو أنا بحس إن السعي
وراء أمل معين لازم يبقى ليه حدود معينة، وإلا ممكن الحياة تروح كلها. أقدر أقول إن أنا كده. حلو. أنت ذكّلت الحب العقلاني، تحس فيه حب عقلاني؟ هو لازم يبقى كده. يعني بشوف انه ضمان استمراريته هو انه يبقى بالعقل. النقطة وايد مهمة. نقطة جدا مهمة. عشان يكون في استدامة لازم الحب حتى يمكن لو كان عاطفي يتحول لعقلاني. لازم. عشان كده دايما بيبقى مهم انه لما يبقى في علاقة مستمرة سنين طويلة، لما بنيجي نشوف العلاقات دي بنقول ان فيهم شبه من بعض. هم عدوا فكرة الصداقة، بقوا أصدقاء بس عدوا الفكرة، بقى في حاجة اسمها أنا ما عنديش تفسير دقيق ليها، بس في كلمة كده حلوة بتتقال اسمها العشرة. العشرة. العشرة دي بقى فيها الحب والصداقة والمصير المشترك وكل الأمور يعني. فبيبقى فيها شكل عقلي طبعا كبير يعني. عشان كده دايما تلاقي الناس بيقدروا يتكلموا عن شريكهم بالعقل مش بالعاطفة. خليتني أفكر موضوع حلو. موضوع هذا نرجع لورا، طفولتك كيف كانت؟ ليش؟ الطفولة يعني عادية، ما فيهاش أحداث يعني جسيمة أكتر من إن أنا كنت بعيش مع جدي وجدتي الأمي، لأن أنا أهلي كانوا دايما مسافرين. أوكي. ويمكن ده كان سبب في إنه أبقى أنا مش طفل شقي، لأنه أنت عايش طول الوقت مع ناس كبار، الناس اللي هي بتاخد القيلولة بتاعت الظهر، الناس اللي بيناموا بدري جدا، فما كانش في فرصة. وبعدين كنت عايش معهم لوحدي، فما فيش فرصة أصلا شقاوة ولا بتاع ولا حاجة. وكان من أميز الحاجات اللي ممكن أعملها ما نقرأ. بس كانت المشكلة أن الكتب دي بتاعت جدي، وأنا عندي 5-7-8 سنين مثلا. فأنا فاكر أنه كان في كتاب كان في المكتبة الغلاف بتاعه ملون، وأنا قعدت أحاول أقرأ فيه يمكن شهور كتير، كملت فيه 4 ورقات بس وأنا مش فاهم فيهم حاجة، بس لأنه الغلاف بتاعه كان ملون. الكتاب ده كان اسمه حرب الأيام الستة. أوكي. فطبعا طفل عنده 7 سنين مش ممكن هيفهم كتاب بيتكلم عن حرب الأيام الستة بس الغلاف بتاعه كان ملون بس. قلت لي أهلك كانوا يسافرون وايد، فكيف كانت علاقتك مع أهلك في هالفترة في الطفولة؟ تليفون أو الأجازات، وكان في الغالب الأجازات دي كانت بتبقاش في القاهرة يعني، كنا ممكن الصيف يبقى في أوروبا مثلا، اليونان، إسبانيا. الصيف اللي كان هنا كنت ببقى عايش مع بقية عيلتي، وعيلتي الكبيرة يعني، وجدي كان بيروح بلده ريف، عشان جدي كان عنده سينما
سينما. السينما في بلد ريفية يعني. ودي تقريبا كانت السينما الوحيدة في الإقليم تقريبا. فالوقت اللي أنا في الصيف وأهلي مش موجودين فمش هسافر، فكنا بنروح الريف. كنت بقف مع بقية الأطفال بتوع العيلة عشان في حد موظف كان بيقطع تذاكر، فبياخد المتفرج بياخد تذكرة من الشباك بيدفع فيها بالوقت ده يعني تذكرة رخيصة يعني. بعدين اللي واقف بيشوف التذكرة وبيقطع له نص تذكرة ويديله النص، واحنا كنا اطفال كلنا في زحمة والورق كتير، فكنا بنحط الفانيلات بتاعتنا جوه الشورت ونعمل كده عشان يحط نص التذكرة هنا عشان مفيش وقت تجمعهم. فكان كل واحد مننا بيبقى عنده شوية دهون كده على بطنه في اخر اليوم يعني، وبعدين ناخد النص تذكرة ده نروح نخش جوه المكتب بتاع التذاكر عشان نفضي النص ده عشان الجرد في اخر اليوم. ونخش بقى كلنا نتفرج على الفيلم كل يوم نفس الفيلم. حلو. وعادي عندك انك الطفل تشوف الفيلم نفسه ولا تمل؟ لا، ما هو انت بعد شوية انت بتبتدي بتشوف حاجات تانية في عملية العرض نفسها. يعني ان انا كنت بقعد في الاخر خالص، فكانت المكنة بتاعت العرض في شباك قدامها. صح. فالشباك ده بيطلع اضاءة قوية جدا اللي هي بتنزل على الشاشة. فانت بمرور الوقت بما انك حفظت الفيلم خلاص فبتبتدي تمشي بقى ورا الشعاع ده، بتبتدي تتفرج كده فوق، فبتتفرج على الفيلم فوق مش هنا. وبمرور الوقت بيجي لك خيالات بقى ان انت ممكن لو مديت ايدك كده فتقوم لامس الشعاع ده، فالشعاع ده يقوم خطفك من الكرسي ويدخلك جوه الفيلم وما ترجعش تاني. انا قريت انك كنت تخاف ان الفيلم بياخذك داخل وما تقدر تطلع، وكنت تخاف من افلام الكاراتيه. صح؟ هي عشان كلها ضرب فما تبغى تدخل مكان في ضرب. عجيب. ايوه. بس كان ده وده خلاني احب الزراعه. الزراعه. عشان يعني الريف. عشان الريف، وكان جدي عنده أرض وكده وجناين فأنا حبيت الزراعة جدا لغاية دلوقتي. حلو. صلاح عبد الله. آه. شو دوره في مشوارك الفني؟ دوره إنه هو اللي خلاني أحب الفن، هو خلاني أفهم أو أشعر يعني قد إيه الفن ده حاجة جميلة في حياة البني آدم، وقد إيه بيرتقي بمشاعرنا، وقد إيه بيرتقي بأفكارنا، لأنه هو أستاذ كبير وصديق عظيم. عارف هو كان في حياتنا وإحنا لسه في الجامعة، عارف الصديق اللي دايماً بيبقى عند أي حد فينا يعني، اللي هو الصديق اللي بيبقى الأكتر خبرة وهو أكبر شوية وهو خط تجارب أكتر فهو صلاح عبدالله كان هو ده بالنسبة لنا. فصلاح فضله كبير فنياً عليا، هو علمني حاجات كتير جداً وخلاني أحب الفن. هو حببني في الفن. ما لمست الفن ده ممكن يعمل ايه في البني ادم من صلاح. يعني انت كنت في هالفترة ما كنت مقتنع انك انت بتكون في التمثيل والفن، وهو اللي كان يشوف هالامل ان في موهبة موجودة. سبحان الله، الناس يحتاجون مرات حد يشوف شيء انت روحك ما تشوفه. صحيح. وانا ما كنتش عايز ابقى محترف يعني، ما كانش في خطتي للمستقبل ان انا ابقى ممثل محترف خالص. بتحب الشهرة؟ بص، هي الشهرة مش حاجة وحشة بس لازم
يعني لازم انا ابقى فاهم او عندي الوعي اللي فهمني انه الشهرة دي عرض للمهنة اللي انا بمتهنها. هي مجرد عرض، هي مش الهدف ومش الامل ومش المنتهى، هي مجرد عرض للمهنة اللي انا بمتهنها. وعموما مش بس المهنة اللي انا بمتهنها، اي مهنة فيها عرض عام على جمهور ما ايا كان العرض العام، سواء بقى مباراة كورة، مباراة سلة، سباق جري، غنى، اعلام، دي العرض، في عرض ملازم اللي هو الشهرة. نعم. انما هو ده تقييمي ليها، مش حلوة او وحشة، احيانا بتبقى كويسة احيانا بتبقى مش كويسة. صح. وتحب خصوصيتك؟ تحب ايه؟ خصوصيتك. طبعا. طبعا. انت ده بمناسبة الشهرة. طبعا. لانه انت مش بالضرورة ان انت تبقى نفس الصورة الذهنية اللي في ذهن الجمهور والمتفرج، يعني مش بالضرورة انا بقى طول الوقت شرير مثلا، طول الوقت لطيف، او طول الوقت بضحك، او طول الوقت بهزر. لا، انا بعمل ده بس للدور. فبس ده بيرسخ صورة ذهنية، بتلاقيه مستغرب قوي وهو باصص لك لما تبقى قاعد عادي. انت قاعد عادي بس هو مستغرب جدا، ازاي قاعد عادي كده زينا يعني. انا جربت هالشيء فتحي، يعني عشان انا الحين سويت مستمع ولا منصت، اي وقت امشي في الشارع وحد يكلمني يبون يفضفضون لي، انا اقول لهم حبايب قلبي ترى انا احب اسمع بس مو ب 24 ساعه. نفس اللي نكت ستاند اب كوميدي، ايوه، تشوفه في الشارع تقول يلا حبيبي نكت، قول لنا حاجه. هو مسكين يمكن زعلان، يمكن رايح السوبر ماركت. بالضبط. فانت اللي تقوله، والنقطه اللي كنت اصلا بسالك الحين بعدها، انت كثير تتكلم فتحي عن الصوره المسبقه والصوره النمطيه. صحيح. فابا اتكلم ليش انت دائما تذكر هالشيء، حتى الحين بديت تفتح موضوع الصوره الذهنيه اللي الناس راسمينها عن فتحي، ليش هالكلمات مهمه، الصوره المسبقه ولا النمطية؟ لانه هقول لك، نبدأ بالصورة المسبقة. الصورة المسبقة دي بيختلط فيها الخاص بالعام. يعني ازاي؟ يعني مبدئيا كده، وانا لما بتكلم على الجمهور العربي، انه الجمهور العربي عنده صورة مسبقة عن الفن، عن الفنانين، عن المشاهير. انا مش بتناقش ايا كان الصورة دي ايه، بس هي الصورة دي من المؤكد انها مش حقيقية، لانه دي جاية بتراكم مشاهدات وتراكم فرجة وصورة ذهنية اتكونت. فالفكرة المسبقة انه انه عادي ان الشخص يبقى قاعد هادئ، مش عايز يتكلم، مش ما فيش حاجه يعني، او قاعد بيقرا مثلا، او قاعد باصص بس في الفراغ، مش فيش حاجه اكتر من انه شايف الفراغ. انت مش من حقك ان انت تحس بده يعني. طبعا انا بتكلم، انا مش بقول ان كل الجمهور، بس في نسبه مش قليله منه بالنسبه لهم انت خصوصيتك مش حاجه، مش ملهاش معنى يعني. يعني الصورة المسبقة اللي هي مثلا خلتني اقعد في مناقشات كتير مع اهلي اول ما بدأت، يعني ليه يعني كده يعني، دي صورة مسبقة. صحيح. الصورة المسبقة اللي ما فيهاش أسر وفيها مشاكل أسرية وفيها أطفال وفيها مسؤوليات وفيها كبار في العيلة وفيها مرضى، بنقف مع يعني زينا زي الناس يعني، وعندنا المشاكل دي وعندنا احنا مش يعني
هو في خلطة كده عن الصورة المسبقة، انت فاهم قصدي، بس يعني ده غير الصورة المسبقة اللي عن الشغلانة نفسها. صح. انتوا بتعملوا ايه يعني؟ دي اكتر حاجة ممكن لما بقول كلمة الصورة المسبقة دي بتيجي في ذهني، انتوا بتعملوا ايه يعني؟ والنمطية اللي هو الستيريوتايب. الستيريوتايب ان انت بتحسه قريب من المسبقة، نفس الشيء. هي في جزء قريبة، هي في جزء نفس الشيء، بس في جزء تاني ليه علاقة بالتلقي هي مختلفة. بمعنى ايه؟ انه فريد شوقي مثلا الله يرحمه، اللي هو وحش الشاشة، اللي هو ملك الترسو، الراجل ده انا ما حضرتوش وهو بيشتغل يعني، وان كنت انا كنت واعي لما عمل مسلسلات كبيره جدا زي البخيل وانا وحاجات عظيم عملها يعني في اواخر مراحله. لكن الراجل ده مثلا انا اللي عارفه كويس من بنته مثلا استاذه رانيا فريد شوقي، لأن هي زملتني في مسلسلين قبل كده. الراجل كان رقيق القلب جدا وطيب جدا ولطيف جدا، ومفيش ما بيمشيش يضرب الناس في الشارع ويعني طيب. الصورة دي هي اللي أدت إنه في أفلام، في فيلم عمله قبل كده كان ممكن الفيلم ده يخسر جدا والسينمات تتكسر لو ما كانش زي ما هو ضرب في أول الفيلم ضرب في آخر الفيلم. هي دي الصورة النمطية اللي أنا بقصدها، إنه فكرة إن الممثل يعمل مثلا دورين ثلاثة، والدورين ثلاثة دول يعملهم بشكل قوي جدا وفنيا فيهم إبداع عالي، فبيترسخ عند المتفرج إنه ده أكيد شرير، ده تلاقيه طول الليل بقى متشعلق على البيوت وبتاع، مع إنه هي دي الصورة النمطية اللي هي الخاصة بالتلقي. بس تعرف على موضوع الصورة النمطية والستيريوتايب، يعني كم مرة كنت في حديث وناس قالوا لي يا أخي لا، هاي أنت ماخذ صورة نمطية مثلا عن هالبلاد ولا عن هالناس ولا، فقالوا لي هكل كلام فاضي. ففكرت في الموضوع، عشان أنت حتى قلت لي أنس الصورة المسبقة مثلا عن الممثلين وأن عن الفن، أنت قلت مش دقيقة أبدا، مش دقيقة معاك 100%، بس هل فيها جزء حقيقي ولا جزء دقيق، ولا الصورة النمطية هل لها واقع وخبرة وتجربة وناس شافوا هالشيء؟ فأنا في هالحديث اللي كنت فيه قلت لهم أنا أؤمن في الصورة النمطية، ولكن مش كليا. يعني لو أقول مثل تونا كنا نتكلم في الفرصة أن كيف مصر وايد تستقطب اللاجئين وتعيشهم في المجتمع، هاي صورة نمطية تقدر تكون، عشان هذا خلاص صار في المجتمع، مجتمع بشكل عام يحب يرحب ويحب يدخل ويهتم في الناس. صحيح. نروح لبلاد يحبون يعزمونك، أول ما توصل والله نعزمك البيت، خلاص من آدابهم. وفي مجتمع بخيل، عشان يمكن هذا السائد أنت تتربى على البخل مثلا، وفي مجتمع يعرف يتكلم لبق. فسبحان الله، أنا أقول الصورة النمطية مش جاية من هباء، جاية من شيء، بس هل معناته كل حد من هالمكان بهالطريقة؟ لا. فأنا أقدر أقول لك والله الإماراتيين طيبين، هل معناته كل الإماراتيين طيبين؟ لا، أكيد لا، بس هل بشكل عام نحن نتربى على الطيبة؟ نعم. فمرات أحس للصورة النمطية فيها صح، لو أقول ممثلين والله شايفين نفسهم، لا، أقدر أقول لك يمكن 2 من 10، 3 من 10، أوكي أنت شفت 1 2 حكمت على 10. صحيح. بس مو كلهم، فمرات لها أحس مرات لها في جايه من شيء، مش جايه من ولا شيء. لا، مش حاجه جايه من فراغ، مفيش دخان من غير نار. صح. بس هي الفكره ان انا لما بتكلم انا غلطت وانا بقول ان انا عممت، بس هو طبعا انا اكيد مش بعمم، يعني مش بقول انه كل الناس بيشوفونا كده او كل الناس عندهم فكره مسبقه. هو ذكرت انت قلت مو كل حد، بس بشكل عام في مجموعه طبعا. وفي نفس الوقت هو في جزء كمان في الحكايه ممكن تبقى مسؤوليتنا احنا،
على مدار التاريخ طبعا، مش مسؤوليتنا احنا انا او جيلي او لا، انه احنا دايما بنقدم الفنان بشكل ليه علاقة بالصورة الذهنية اللي عند الجمهور مش بالواقع اللي احنا عايشين. يعني شوف كل الافلام جميعها اللي اتعملت عن اللي كان فيها خط درامي من الخطوط او فيها كم مشهد او فيها عن الفنانين، هتلاقي انها ملهاش اي علاقة بواقع الفنان اطلاقا. يعني انا اقول لك، انا هتكلم في السينما المصرية، يعني دايما صورة المخرج اللي في السينما ان هو الشخص اللي بيزعق طول الوقت، اللي بيشرب سجاير وبيمضغها ببقه طول الوقت ويقعد يقول دي سينما، افهموها بقى. دايما اي مشهد فيه مخرج لازم يطلع او بيشد في شعره ويرميه او مع انه المخرج مش كده، والمخرج عمره ما كان كده. المخرجين ما بيزعقوش ولا بيشدوا في شعرهم ولا بيقعدوا يشربوا سجاير وياكلوها وهم بيشربوها. بس احنا لما بنقدم الشخصيه بنقدمها كده. الممثل دايما بنقدمه انه شخص يعني حاجه ما شاء الله عليه، يعني ما عندوش وقت خالص لاي حاجه عدله، يعني على طول. ففي جزء من الحكايه احنا مسؤولين عنه، في حين انه الافلام اللي اتعملت عن الكواليس الحقيقية للفن صعب جدا، ده على مستوى العالم صعب جدا انها تنجح. صعب جدا انها تنجح، لانه كما لو كان الجمهور مش عايز يشوف، زي في الرياضة مثلا، هو مش عايز يشوف قط اللبس واللعيبة حاطة رجليها في تلج وشربوا مش عارف شاي بليمون بين الشوطين ولا ليمون بين الشوطين وبياخدوا املاح وعاملين كده كلهم، هو مش عايز يشوف ده، هو عايز يشوفهم جوه الملعب. فنفس الحكايه بالنسبه لكواليس الفن. يمكن الفيلم الوحيد هو تقريبا الوحيد اللي نجح كان بيتكلم في كواليس الفن، كان فيلم اسمه داي لايت الماني اعتقد، ده نجح نجاح كبير رغم ان هو بيتكلم في كواليس السينما وعلاقات الناس ببعض بره يعني هو مش عارض اللي قدام الكاميرا خالص، هو عارض الكواليس بس. ده الفيلم الوحيد اللي نجح عن كواليس الفن بس. وفي الاخر هو مش مطلوب، بس يعني في الاخر خالص هو مش مطلوب ان الناس تشوف المعاناه والتعب، مش مطلوب منهم اطلاقا، لانه في الاساس احنا صناعه ترفيه في الاساس. يعني لازم يبقى في ترفيه ولازم في تسليه، ده في الاساس خالص. صح. فمش لازم، والناس مش ناقصه بالظبط، عندها دراما والنكد، فيايين يشوفون السينما يبون يفرفشون. بالظبط بالظبط، تعرف بالظبط. ذكرتني في مره كنت اقرا كتاب عن الانفتاح العاطفي vulnerability. فاللي عيبني، عشان احنا دائما نشجع، حتى البرنامج اللي عندي جدا اشجع الانفتاح العاطفي، بكاء ضحك سعاده حزن حقيقه صراحه شيء جدا مهم. بس الكتاب كان يقول حتى للانفتاح العاطفي آداب ولا أسلوب. يعني لو أنا ماشي في السوبر ماركت وأسير عند الكاشير وأقول له ترى بخبرك شو صار في حياتي، كذا صار لي وأبوي بكذا وأمي كذا وأنا كنت متزوج كذا وهو مسكين يقول يلا حبيبي بس بخلص لك، يعني تبغى الكيس ولا ما تبغى الكيس؟ فهني الانفتاح العاطفي مكانه غلط. حتى هو بيقول لي أنت إنسان غريب، يعني أنا ما أعرفك، أنت ليش هسه تقول لي كل هالكلام؟ ولكن لو انا وفتحي اليوم سوينا اصدقاء، بعد مره انت جاي دبي تقول لي انا قم كوفي، يلا كوفي. ففي هالطلعه اقول لك، انت تقول لي والله الوالد الله يرحمه كذا كذا كذا، اقول لك انا بعد ترى مريت في شيء شيء، تقول لي صدق، اقول لك كذا كذا. فهني الانفتاح العاطفي رسخ العلاقه، يتف وقتها، مو بنا قلت لك كل حياتي، بتقول لي حبيبي حبه حبه، انا ما اعرفك انت تقول لي. فحتى الانفتاح العاطفي له آداب، فأنا ما كنت مفكر في هالشيء قبل، تعرف، عشان أقول لازم الواحد يكون بعد له وقته. أيوة، لأنه لازم يبقى فيه مرشح عقلي، يعني
يعني لازم الحكايه يعني برضو في الاخر هنرجع انه مش لازم الحكايه تخرج من الوجدان على طول، ان حد يبقى بيزروط مشاعر كده طول الوقت طول ما ماشي على الناس يعني. صح. لا، ما لازم يبقى فيه عقل، ما يعني ولازم فيه اختيار، لازم في كل الكلام اللي انا هقوله هتلاقيه ليه شكل عقلي. وليه شكل، ليه شكل متواتر يعني ومروي يعني، انه لكل مقام مقال، انه يعني في حاجات كتير كده، بس في الاخر خلص هي فيها عقل. انما الانفتاح العاطفي ده وزروطة المشاعر طول الوقت دي مش يعني. والمستقبل مش جاهز يستقبل كل الكمية، ما يعرفك ومش مطلوب منه انه يستقبل اصلا. يعني ولدك يقول لك بابا ابا اقول لك شيء وايد خاص، غير عشان ولدك وانت خلاص طبعًا جاهز تستقبله طبعًا. وياسي يرسخ علاقه، وياسي يقول لك انا اثق فيك طبعا. جميل، تقول يلا ايلس خبرني ها شو صار، اقول لك كذا كذا كذا، العلاقه تعززت. بس لو واحد ما تعرفه عايز فلوس، طيب عايز ايه، قول لي عايز ايه. ايوه غريب. التدخين ليش وقفت؟ ما اعرف لو وقفت كليا، بس انا قريت انك وايد كنت تدخن وعلقت على فكرة التدخين. كنت تقول يعني كيف التدخين يسيطر على الإنسان ويستوي جزء من حياة. أنا وقفت السجاير. السجاير. وبشوف إنه التدخين مشكلة كبيرة جدا. مشكلة في الأساس هي صحية. وليها تبعات اقتصادية وليها يعني ليها تبعات كتير يعني، بس هي في الأساس مشكلة ذاتية صحية. لأنه إذا كان في بلاد كتير جدا في الشمال خصوصا يعني التدخين ابتدى ينحصر لدرجة إن بقى اللي بيدخن بقى غريب قوي يعني، أنت شخص غريب. فما ينفعش يبقى في بلادنا عمال بيزيد والنسب بتزيد جدا بين كل الأعمار والجنسين يعني. فبشوف إنه في الأساس أنا مريت بالتجربة دي يعني، فكرة الإقلاع عن السجاير. المشكلة إنه حسب تجربتي أنا كمدخن يعني، التدخين بيصبح جزء من شخصيتك يعني، بمرور الوقت بيتحول من مجرد تدخين كده يعني كل ما تيجي فرصة لغاية ما بيكون عادة، بعد كده بيتحول لجزء بلت إن في شخصيتك. إن أنت لا يمكن تتخيل مثلا نفسك وأنت قدامك فنجان قهوة ومش ماسك السيجارة كده في إيدك وقاعد عامل كده، أنت الصورة الذهنية بتاعتك عند نفسك هي كده. مش متخيل نفسك انه في ترابيزة قدامك عليها فنجان قهوة ومفيش علبة السجاير والولاعة مثلا. ده بقى جزء من شخصيتك، بقى متركب جوه مخك. صح. ومن هنا بيجي صعوبة الاقلاع، ان انت بتحس ان في جزء من شخصيتك انت بتتخلى عنه، هو بقى جزء من شخصيتك. انه ما ينفعش تبقى مبسوط وما تدخنش، ما ينفعش تبقى غضبان وما تدخنش، تقول سجارة بسرعة. ما ليه؟ هي مش يعني هي عمليا يعني هي هتهديك بالمناسبة، بس هتهديك ربع ساعة أو تلت ساعة وبعد كده هترجع تاني أعلى من الأول. ما بتتخيلش مثلا إن أنت بعد الأكل ما بتدخنش. في ناس أول ما بيصحوا من النوم يقول لك عشان أصحى بقى عشان أفوق. في كده، فبقى جزء من شخصيته، بقى جزء من حياته. هو دي بتبقى أصعب حاجة في الإقلاع. بس لو أنت وصلت لأنه السجاير مش جزء من شخصيتك أنت، لأنه بشكل علمي يعني أنت بعد 8 ساعات، أنت بعد أقل من 24 ساعة أنت النيكوتين بيختفي من جسمك، من الدم يعني، فعادي أنك تبطل. بس هي الشخصية بس. نقطة حلوة.
عن يكون بعد جزء من الشخصية. أتذكر أنا درست في بوسطن. بوسطن في الشتاء فتحي برد. فمرات أكون يالس ما أدري الله يعلم وين، يعني مطعم خلينا نقول يالس مطعم، أشوف الناس يطلعون برا في البرد. أيوة. أنا أقول شو ما يسوى عليكم يا أخي، برد موت. موت. بس شوف أنت تقمص الشخصية هاي وعيشة هالشخصية اللي هو راس منها في مخه، أنا أحتاج الحين خلصت الأكل أنا تغديت. لازم أدخل. إنه يروح حتى في المطار، في بعض المطارات في أوروبا في غرفة بعيدة. يروح يشيلك 200 متر عشان يدخن. أقول ما يسوى عليك حبيبي. يعني لهالدرجة أنت ورا السيجارة مفروض أي شيء يكون وراك أنت، أنت ما تروح ورا شيء. فهل شيء تخوفني الكافيين؟ أنا عارف إحنا الناس يحبون القهوة وايد في العالم العربي، أنا ما يخصني، بس إن لا أنا ما أقدر مزاجي خربان بدون الكافيين. لا غلط، لازم لازم ما تخلي قيمتك ولا مزاجك يكون معتمد على شيء خارجك أنت. هل تبى تتلذذ بقهوة حلوة من كولومبيا؟ تلذذ حبيبي، بس لا تقول ما أقدر بدونها. حتى أرجع للحب، أي علاقة واحد يقول ما أقدر أعيش بدونها، لا تقدر. والله تقدر، أنت مخك حاط إنك ما تقدر. لا أنت الله سواك كامل وعندك مشاعرك وعندك المنطق، تقدر. هل بتشتاق لحبيبتك؟ أكيد بتشتاق طبعًا. بس هل تقدر تعيش؟ تقدر تعيش، لا تقول ما أقدر أعيش، عشان كل ما بتعيد هالشيء ما أقدر، والله ما أقدر، كيف أتخيل حياتي بدونها؟ قلت لك عشان يوم بتترك ما بتقدر، عشان أنت باني هالصورة هاي. ثلاث أشياء جميلة في الحياة. برا الدوائر الاجتماعية يعني أي شيء. الفن. Okay. القراية. القراءة. Okay. والأكل. حالا. أكل. أكل ده نعمة كبيرة. إيه والله. أنا في السفر أحب الأكل وايد، دور مطاعم حلوة وسكيك. والأكل مش معنى الكم يعني، بس معنى التذوق. أنا بحب الأكل. أنا معاك. بقول لك مطاعم حلوة تصير هني. ماشي أرجوك. ثلاث أشياء قبيحة في الحياة. ثلاثة بس. لا يعني الحروب، الجوع، الاحتياج، التلوث، الجهل. هل أنت غضبان على الحياة والأشياء وتصرفات البشر؟ بصحح السؤال، مش غضبان على الحياة، هل أنت غضبان عن أساليب البشر في التعامل مع هالدنيا، مع هالكون، مع أسلوب الحياة، مع أسلوب يمكن المدارس، مع أي شيء؟ أنا كنت كده. وكنت بسأل نفسي هو ليه حروب وليه العالم مش مكان عادل، ليه وليه التاريخ فيه كل الفظائع وكل المآسي وكل بس انت بعد شوية او يمكن يعني يمكن بعد نضج ما في مرحلة ما يعني انت بتفهم انه هي دي رسالة البني آدم، انه يطمع، انه يقتل، انه يحارب، انه يظلم، انه لانه في الجانب المقابل في بني آدم تاني بيدفع الظلم وبيسعى للسلام
بيسعى لتحسين الحياة لأشخاص تانيين ما عرفهمش و... فهي هي الحياة كده، هي الحياة عاملة كده، وهي كانت كده برضو. بس هو ما كانش ساعتها في، ما كانش في سينما، وما كانش في يوتيوب، وما كانش في هي كده على طول. طبيعة البشر. اه. شيء تحبه في فتحي؟ في انا؟ انا مفيش حاجة فيها ما بحبهاش. اه كل شيء. حلو. زي اكثر شيء تحبه في فتحي. معلش انا متواضع، انت شايف. مبين كثير. ايوه ايوه. والله بص اقول لك على حاجة، يعني لو من الحاجات القليلة جدا القليلة جدا اللي ممكن اكون شايف انها كويسة، هي بعتقد ان انا شخص مخلص. مخلص؟ اه، مخلص لافكاري ومخلص للفن. ورغم انه الافكار بتتطور، ورغم انه المبادئ بتتطور او بتتعدل او او او، بس القيم الكبرى اعتقد ان انا مخلص ليها، زي الفن وزي زي الافكار المبدئيه. اعتقد دي حاجه انا لحد دلوقتي محافظ عليها الحمد لله. دي حاجه انا بشوف ان هي من الحاجات القليله الكويسه اللي فيها. شيء ما تحبه في فتحي؟ شيء واحد لا تعطيني لستة. انا اديتك لستة من شوي. انا العالم عطيتني لستة للاشياء مو زينه وادري، بس عندك انت هو شيء واحد بس. لا انا اكتر حاجه ما بحبهاش فيا انه احيانا انا بدي الامور اكبر من حجمها. وده شيء مضر جدا 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 جدا. لو ما كنت فتحي تكون صديق فتحي؟ اه، بس كنت هبقى صديق متعب جدا. يعني كنت هبقى، قصدي هو هيبقى صديق متعب. بس يستاهل. بس كنت هبقى حلو. الحب، شو معنى الحب بالنسبة لك؟ الحب يعني هو مفهوم عملي شوية، بس هو الحب بالنسبة لي هو التضحية. تضحية طبعا. والتضحية مش بالمعنى الرومانسي، لا، بس تضحية بالوقت، التضحية بالجهد، التضحية لان انت بتعمل حاجة عشان خلاص انت افترضت ان حياتك ما بقتش بتاعتك لوحدك، او 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 انت دايما في حد بتعمل له حاجة بتعمله هو، وهو مش مستنيها من حد غيرك انت، سواء الحاجة دي مجرد شعور او حياة افضل او اهتمام او رعاية او كل الامور دي. يعني في الاخر هتلاقيها بتصب في تضحية ما. يعني انا بسأل كم سؤال عشان حمسني يا حين. موضوع كنا نتكلم فيها الأسبوع، وأكيد لي رأيي أنا الشخصي بس أبغى رأيك أنت. قالوا لي ليش هالأيام الناس ما ياسين يستمرون في علاقاتهم، يعني ما ياس، خلينا نقول العلاقات جدا سطحية صارت. الشخص اللي ياس يدور بنت يطلع موعد ولا ديت هني هناك، هني يتعرف على أمه، تعرف على واحدة، يشوف واحدة في الجامعة، بس ما يتعمق إنه يتعرف على الشخصية، ما يستثمر، فبسرعة ما يتعمق وما يكمل. فحد كان يقول لي أنس ليش هالتصرف، ليش هال في هالفترة الزمنية ولا مع هالأجيال الموجودة ما في علاقات رسيخة،
توصل 30 سنة 40 سنة، وما ما أتكلم 30 سنة من التعاسة، لا 30 سنة حلوين مرتبين. يعني أنا كنت في وين كان هذا؟ في باريس، شفت عيوز وشيبة، يعني old man old lady مياديني بعض، صورتهم كتبت real love عشان أنا أشوف هاي يوم الحب يوصل مرحلة، فتحي يوصل مرحلة أكبر عن الشكليات والمظاهر، ويوصل أكبر عن بس الجنس، ويوصل عن المصائق أضخم أضخم أعظم، هني أسميه حب خلاص، مش بس والله هي جميلة وأجمل وحدة في الصف، لا لا لا، ما هي مش هتبقى كده خلاص، يعني بعد 30 سنة لين يحب يمشي معاها بالضبط، يمشي معاها ماسك ديها زي ما كانوا شباب صغيرين وماسك ديها. فسؤالي لك، ليش هذا استوى نادر وكل شيء صار سطحي وما في تعمق؟ مو بكل شيء، اقول بالاغلب يعني. لا، هو ده طبيعه التطور اللي بيحصل. التطور اللي بيحصل خلى معظم الناس تاكل جانك فود، خلاك معظم الوقت عارف في حاجه كده عندنا كلنا، لو تفتكر واحنا اطفال يوم الجمعه لما كل العيله بتتجمع حوالين الترابيزه، ترابيزه السفره على الغدا، والاكل مع بعض، والاحاديث الجانبيه اللي بتحصل على هات لي الطبق ده، ايوه ده، لحد يلا قوموا اغسلوا ايديكم عشان ناكل الحلو، لحد القعده حوالين التلفزيون والكلام والشاتين كده مع العيله وبتاع، ده مبقاش موجود دلوقتي خلاص. فانت يومك بره بحكم اللايف ستايل كله اتغير، فانت حتى لما تيجي تبص كده هتلاقي ان انت يا اما بتاكلوا مع بعض كزملاء، يا اما لو انت في مكان انت ممكن تقف في عربيتك بتغدى وانت سايق كويس. علاقتك بيا بقت مجرد ان انت بتشوف الستوري بتاع الانستجرام فتعرف انا فين ورحت فين وجيت منين. لما بتيجي تقول لي ان انا وحشتك فبتقوم بعت لي ايموجي قلب، وبتعمله كده وبتحط الموبايل في جيبك او بترمي الموبايل لان انت عندك حاجه لازم تشوفها دلوقتي متاخره جدا ولازم. فالحياه كلها بقت تيك اواي، ليه الحب مش هيبقى تيك اواي صح؟ وبعد كده هيبقى بالارقام، يعني 368,445 بيحب 13,562 بس. ولما يتوسعوا في حكاية الشيب اللي هيتحط ده خلاص هيبقى الناس بترتبط من هنا ويبقى طول الوقت في لينك بالشيب ده وخلاص. مفيش مفيش فكرة الحب اللي بتبقى نظرة عين الحبيب للحبيبة بتخلي دقات القلب تزيد والوش يحمر والتوتر يعلى ويبقى مش عارف يروح فين ومش قادر يبص في عينيها وهي مش عارفة تبص في عينيه ويبص هما الاتنين كده في الأرض ويسرقوا نظرة وهما الاتنين مع بعض، بس هما حتى النظرة دي بيسرقوها لبعض عشان يحسوا بمتعة ان هما بيشوفوا عينين بعض. لا ده خلاص ما في تشاتنج دلوقتي ويس نوتس بس. سؤال افتراضي، لو انت وتمشي عندك القدرة انك تشوف صفة، انت تختار صفة واحدة بس تقدر تشوف هالصفة ومدى مقياسها في هالإنسان، يعني تقدر تقول ثراءهم، تقدر تقول خفة دمهم، تقدر تقول صدقهم، لك صفة واحدة وانت تمشي تشوف كل واحد كم من هالصفة فيه، شو الصفة اللي تختارها؟
الصدق. الصدق. آه. الصدق. مع إن اللي أنت بتقوله ده افتراض مرعب. أنت متخيل لو حد عنده الملكة دي؟ ده افتراض مرعب. ليش؟ لأن إحنا قدراتنا مش بالضرورة إن هي تبقى مع كل الأشخاص، إن أنا أقدر من عينيك أشوف أنت جواك بتفكر إزاي، أو أنت المقياس ده عندك قد إيه. فممكن أبقى أنا طول الوقت عايش على افتراض معيوب ومش حقيقي. فتخيل لو الملكة دي، لا ده افتراض مرعب طبعا. نعمة ونقمة. نقمة، ده نقمة كبيرة. الجهل نعمة أحيان كتير. هاي موضوع بعد كنت تتكلم فيه كثير. كان الموضوع أظن البارحة إن الجهل مرات نعمة، بس لو كنت لازم أختار كنت بختار العلم، مع أن العلم مرات يجيب لك اكتئاب، تبدأ تشوف الدنيا بطريقة ثانية. صحيح. تعرف وتحزن يعني. صحيح. عشان كده احيانا بيبقى الجهل نعمه. مفرفش هذاك عايش هكون متاتة. ها اي والله. ايوه. لو عندي رساله فيها تاريخ وفاتك واعطيك اياها تفتحها ولا لا؟ رساله فيها تاريخ وفاتك واعطيك اياها تفتحها ولا لا؟ لا. ليش؟ لانه من 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 اعظم النعم، من اعظم النعم اللي ممكن تبقى عند الإنسان، إنه مش عارف آخر يوم في عمره إمتى. ده من أعظم النعم. ليش؟ لأنك طول الوقت هيبقى عندك حاجة بكرة تعملها، وعندك حاجة. لكن العكس هو الجحيم بعينه. أنت بتعمل ليه؟ عندي. انت ما سامع عن سؤال المكعب؟ مكعب؟ لا ولا الطريقة اللي قلت المكعب عرفت انك مش سامع. بسألك سؤال جميل يعني، بس يحتاج خيال. ماشي. فخيال، خيالك الفني هذا بس الشرح لي انا يعني. اوكي. فاحتاج تعاونك. غمض عينيك اذا تسمح يعني. لا ما في حركة خدعة يعني. لا يا عم غمض عينيا وبعدين ترمي على دماغي حاجة وبتاع. أنا مستحيل. بس أحتاجك تتخيل. لو تقدر تتخيل وعيونك مفتوحة خليك اللي أنت تشوف. يلا حاضر. فتحي أباك تتخيل صحراء جرداء هادية وما فيها ولا شيء، وفجأة تشوف مكعب. وصف لي المكعب. طيب انا شفته من بعيد واضح جدا اول ما انت قلته. انا شفته ولما قربت منه اكتشفت انه اطول مني بكتير وضخم جدا ولونه احمر قاني، يعني لون الدم اغمق شويه واملس. اوكي. ما فيهوش اي ما فيهوش اي حاجه. وشفاف ولا ما تشوف داخل؟ لا سوليد. واللون ساتوريتد قوي. وعلى سطح الصحراء ولا منغمس ولا طاير؟ لا على السطح. على السطح يعني مكان رجليا واقف. اوكي. غمض. حاضر. بعد المكعب فتحي تشوف، الحين انت تشوف المكعب، تشوف فجأة سلم. وصف لي السلم. لادر. السلم؟ وين السلم؟ السلم عامل كده على المكعب ومحطوط على المكعب. اوكي. وهو اعلى من المكعب. اوكي. فوق 12 خطوة. اعلى من سقف المكعب. هي فوق 12 خطوة. فوق 12 سلم يعني؟ في سلالم كتير. اوكي. بس مش عارف كم سلم، بس هما سلالم كتير، بس هو واصل لفوق الخالص. والسلم رفيع.
مش سلم قوي يعني، وفي الغالب معدن. معدن حديد يعني. بس حديد مش لامع. قديم ولا جديد؟ لا جديد. جديد. شكله مودرن قوي. والمكعب شكله مودرن كمان. اوكي. اوكي غمض. اللي بعد السلم تشوف خيل. انت لعبتك الخيل. يلا شفت خيل، وين الخيل؟ مش عارف اربطهم. موجود وين بين المكعب والسلم؟ بعيد قريب؟ لا بعيد. واقف يركض؟ بعيد وبيركضوا كلهم، وهي خيول برية. خيل واحد. واحد بس؟ تخيل واحد. وصف لي هالواحد اللي طلع. لونه أزرق، الأزرق بتاع الحسنة يعني. اللي هو كأنه أبيض رمادي يعني. وشعره طويل جدا جدا. ومزعور. مزعور. يعني مزعورة. بس مش شايف حاجة تانية. اوكي. حاضر. بعد الخيل يا فتحي تشوف ورود. وصف لي الورود، وين طلعت؟ في أفق كبير، في ألوان كتير، والألوان دي متقسمة عاملة زي الغطان بتاعة التوليب. أوكي. بس هي كلها ألوان فاتحة، أصفر وروز و... صحتها جيدة؟ في لون أخضر بس مش عارف. صحتها. مش عارف زي وردة خضراء يعني. عادي. صحة الورود كيف؟ جيدة؟ باهية قوي. باهية. وآخر شيء؟ لا في شيء تبغى بعد توصف لي ولا؟ قاطعتك أنا ولا؟ لا لا. أوكي. خلاص. آخر شيء تشوف عاصفة. وصف لي. وين العاصفة؟ شو هي؟ في عاصفة اللي هي الرملية دي اللي لا اللي كده اللي هي بتحس انه الافق كله اتقفل، وهي جاية من هناك على الورود، على الصندوق على الحصان، على الصندوق والسلم عليها. هل اثرت على اي شيء ولا كل شيء ثابت؟ غطت كل حاجة. غطتهم. فتحركوا تأثروا ولا لا؟ بس غطتهم. مش شايف. جاهز؟ جاهز لي. انت كنت بتعمل ايه؟ الوصف. فأخوي فتحي هذا الاختبار جدا جميل. عندنا زميل هنا في الشركة عطتني اياه، وتبع طبيب نفسي ياباني اسمه كوكولوجي تيست، ويشتغل على اللاواعي. عشان شي اسألك اسئلة ما انت ما فاهم شو المغزى منها. فنبدأ بالمكعب. اوكي. المكعب هو الشعور بالذات او الانا، والمكعب الكبير اللي انت ذكرت يعني الانا متضخمة. لا لا. هذا لو ناخذها بطريقة سطحية. اوكي. ولكن بما معناه يعني انك شخص اكثر ثقة بنفسه، جريء وقوي وراغب في الظهور. حلو. اوكي. مكعب يقف على سطح الصحراء يدل على الاستقرار، منطقي ودقيق، وربما يعرف ماذا يريد من الحياة وتجتهد لتحصل عليه. أوكي. بعدين قلنا مكعب صلب، تعرف من أنت، واثق من نفسك، وليس من السهل التلاعب بك. أنا أوقع على هذا. السلم هم العائلة والأصدقاء. الذي يلامس المكعب يعني أنك لا تعتمد بشكل كامل على أصدقائك أو عائلتك، ولكنك تعتمد عليهم في الدعم والتوجيه في بعض الأحيان. سلكتف، تختار. مرات تحل المواضيع روحها، مرات يمكن تضطرأ لصديق ولا زميل أنه يعطيك نصيحة ولا إرشاد. بس في ناس معتمدين كلياً، تعرف ما يقدر يسوي شيء بدون مثلاً استشارة.
ده بيحط السلم فوق المكعب ولا بيعمل ايه؟ هذا شيء ثاني. اوكي. انت قلت اعلى من المكعب. معناته انك تقدر اصدقائك وعائلتك وتهتم بهم، تقديرك لهم عالي. You look up to them. اوكي. جديد. غالبا الصداقات التي في محيطك حاليا جديدة او لا تعرفها جيدا وياس تتعرف عليها، او صداقات قديمة ولكنها وصلت مرحلة جديدة. فهذا معنى اليوم يكون انت قلت معدن وشكله مودرن. الحصان هو الشريك المثالي. فعبير اسمها حرمتك. انت قلت يبتعد عن المكعب. اوه خوفني حي. معناته يوجد عدم الامان في العلاقة. الله يكرمك. ممكن شيء ده الياباني. ده الياباني مش احنا. ده الياباني اللي قال كده. احنا من بعدين انت قلت قلت ازرق وشعره طويل. فهذا معناته تحب المظهر الخارجي والجمال اللي موجود فيها. وين كان في شيء كان هنا؟ لا هنا. هي فمعناته تحب ان حتى مظهر الشريكه يكون جميل، ان حتى اهلك واصدقائك بعد يحبونها. عرفت كيف؟ فهذا مهم لك. بعدين انت قلت بس قلت شيء لين مو مكتوب هني، بس انت قلت هي بعد مسويه الخيل يعني حاسب on guard. This was interesting. ما اعرف شو الشرح يعني، ما بتفلسف بس يعني يا الله هذا خليك انت روحك فسر. انا ما اعرف. اوكي. ان she's on guard، يستراقب، يمكن مرحله في العلاقه وين yes you're testing each other. الله يعلم، ما ادري، بس خليك انت وزوجتك معكم حللوا هاي. قول لها الوصف هذا. اوكي. الورود هم الاطفال. فانت قلت كميه الزهور تشير الى عدد الاطفال الذي او ترغب في انجازهم او تحب تحيط نفسك. يعني في ناس يحبون الاطفال ويحبون مثلا ولد خالتي، ولد اخويا، وفي ناس ما يحبون الاطفال ابدا. فانت شكلك لو بحب الاطفال جدا. تحبهم. حديقة مزدهرة نابضة بالحياة تعكس صحة أطفالك. الله يحفظ عمر. الله يحفظ. وازدهارهم وكذلك علاقتك بهم، وهذا مهم. وين كان وين كانت الورود؟ هي قلت لي بعيد. هي. أوكي، بعيد عن المكعب. إنك لا تهتم بالمسافة بينك وبين أطفالك. وهني ذكرت مقابلة شفت، واللي في المقابلة سألت قالت هل أنت وايد يعني مايكرو مانجر، وايد تدقق في حياة ولدك وتخاف عليه؟ قلت لا، أنا وصلت مرحلة أن ولدي كبر وما عندي مشكلة أنه يكون بعيد ويتعلم الحياة. فهذا دقيق جدا بعد. طب الحمد لله الرجل الياباني ده كويس. الحين أوكي. العاصفة وهذا مهم، هي المخاوف والضغوط التي تشعر بها في الحياة. العاصفة البعيدة أنك أكثر هدوءاً، لكن كلما اقتربت العاصفة كلما اقترب التهديد المباشر. فأنت قلت الثريت ولا الريسك موجود بعيد بس جاي، فأنت لازم تكون جاهز. وقلت أن تمر العاصفة في أي من العناصر دون تأثير، تأثير العاصفة على أي من العناصر. هني بين الاثنين أنت قلت ما أعرف لو حركت أي شيء بس غطت. فإذا لم تؤثر على أي شيء يعني ما حركتها، لك القدرة أن تتخطى المصاعب وعندك القدرة على حل الأمور. إذا أثرت، وعموماً لازم واحد يركز أثرت على شو، على الخيلة والمكعبة وكذا، ترهقك المشاكل حالياً وخائف من الضغوطات. اللي أنا فهمته يعني إذا أنا حللت واللي حاولت أن العاصفة موجودة، في مشاكل يمكن في الحياة دائماً، في ضغط شغل، في ضغط طبعاً. عائلة اللي هو، وأنت واعي فاهم أنه موجودة وبتغطيكم بس ما حركتكم. عشان انا سالتك اذا حركت انت ما جواب، يعني لو كان سيدي قلت لي هي حركت عشان بتشوفها في ذهنك، معناته خايف ان هالعنصر بيتاثر. بس انت قد غطتنا. بس ما تحركناش. ما تحركت يعني معناته ان شاء الله انت انسان واعي وقادر تستقطب هذا وبتتعامل معه وبتحل الموضوع، مش اول مره يعني. حلو صح؟ عايز اكلمه على فكره. ضروري. انا في اليابان. اوكي حلو اللعبه. شو عنوان
هالمرحلة في حياتك؟ في 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 جزء كبير له علاقة بالنضج طبعا، النضج الإنساني والفكري والفني حتى يعني. النضج طبعا ان انت تحط الامور في حجمها، ده انا بشوف انه دي مرحله غاليه في حياه اي بني ادم يعني. شو شيء فتحي يخليك تحس ان لك قيمه في الحياه؟ اللي يخليني احس ان ليا قيمه في الحياه هو اي انجاز اعمله لحد، هو ده اللي بيخلي لي قيمه في الحياه. جميل. ان انا اسيب افلام كويسه او اسيب حاجه تفضل في ذاكره السينما تخلي السلسال بتاعي يحترمني او يحس ان انا كنت مخلص للفن. ان انا اعمل كل الحاجات اللي انا احب ان هي اللي انا كنت احب انها تبقى لي انا مع ابني، اولها انه هو ابني لكنه مش ملكي. الابناء انا بشوف ان هم مش ملكيه خاصه للاباء والامهات. صحيح. ان انا اغير في حياه اللي حواليا ايا كان مين. بس دي. بتخاف من شو؟ بخاف من المرض. من المرض؟ المرض. بخاف من المرض وبخاف من الجاهل. مع ان انت قلت الجهل نعمة، انت معاي، نحن العلم بنحب العلم، مع ان الجهل مرض نقمة. ايوه. لكن انا يعني جهلك بحاجة لو عرفتها هتأذيك، فيبقى الجهل هنا كويس. إنما الجاهل، الشخص الجاهل أنا بخاف منه. وما المرض. صح. أكثر شيء ندمت عليه؟ لا، حاجات كتير. حاجات كتير. اللي يبالك. مش حاجة بعينها، بس هو مش حاجة بعينها يعني، يعني صفة ودت ل ممكن التسرع، ممكن الأمل الزايد. دي حاجات مش صح خالص كانت في حياتي. أجمل لحظة في حياتك؟ أجمل لحظة في حياتي لما بشوف حياة جديدة. حياة جديدة؟ يعني هقول لك يعني إيه. يعني شوف، أنا بحب الزراعة، فلما أشوف نبتة جديدة، لما أشوف ولادة حيوان من الحيوانات اللي أنا بربيها، دي لحظة بالنسبة لي عظيمة. جميل. بحس فيها بمفهوم الحياة فعلا، الحياة مكملة. أصعب لحظة في حياتك؟ اللحظة اللي انت بتقف قدام نفسك وتحس انه تحس ان انت بقيت متقبل زيادة عن اللزوم. دي لحظة مخيفة جدا. اوصف لي اكثر من تجربتك الشخصية. هقول لك يعني مثلا لحظة الفقد. لحظة الفقد هي لحظة مؤلمة في حياة اي بني ادم جدا، بس هي
بتكون أشد إيلاما لما أنت تحس أن أنت متقبل الفقد ده، وكما لو كان هو ده المصير المحتوم لكل لكل من هم في قلبك يعني، أو من أنت في قلبهم يعني. دي لحظة صعبة أنك بتلاقي نفسك متقبل حاجة مش الطبيعي ان انت تتقبلها، بس للدرجة دي انت شايف الحياة زي ما هي بالظبط، وشايف قوانينها قوانينها المؤكدة شايفها واضحة جدا قدامك. دي لحظة صعبة اكيد يعني. ولا مرة فكرت فيها بهالطريقة مع ان فقدت ناس يعني؟ اكيد. متى اخر مرة بكيت؟ وانا جاي، وانا جاي لك اليوم. خايف مني؟ انا زعلك؟ لا هو مش فاكر، بس ده بيحصل ممكن وانا بتفرج على مشهد مثلا، ممكن اشوف منظر طفل او حيوان ممكن الاقي دموعي. تعرف اقول سبحان الله كيف الانسان الطفل كيف شخصية الإنسان فتحي سلوكه تجاه حيوان أو طفل وايد غير مع إنسان ناضج شاب رجل مرأة. تشوفه جدا يعني، حتى أنت تكون في المكتب زين، ولا حتى نقول تخيل على الست، أنت في الست ووحدة يابا بنتها الصغيرة بيبي، كل حد سبحان الله أوه حبيبتي كذا أوه كتكوت. كل الناس سبحان الله كلها الحدود توف. نفس الشيء مع الكلب ولا الحيوان ولا صحيح. تلعب معه وتسوي اصوات تقول ويا الانسان طلع ناعم يعني، في رقه جد. فليه دائما كنت افكر ليش، فكنت اقول عشان الزمن يعطينا كفوف من الناس، دائما يوم نشوفهم نكون نحن حاطين وايد حواجز طبعًا. عشان نخاف ان يجرحونا وليحذرون فينا طبعًا. بس الطفل بريء والحيوان بريء، فنحن نكون متفتحين عاطفيا مع هال كائنات. بتزيل كل الحوائط بتاعت الدفاع دي مش موجود. الجميل عشان كنت تقول لي ما عشان الأطفال يعني تبكي لو شفت أطفال يتعورون اللي يتألمون ولا حيوان، عشان قلبك رجيج صحيح. بس مع الناس الكبار يمكن لا. لا تحاسب على نفسك ممكن طبعا. اليوم بس نشوف اللقطات مع America's Got Talent وهذيلة، يخرب بيت الانتاج هالقد يبكي الواحد. عم في قصص حزينه تعرف، جايين من ولا شيء ويفنون كذا، وسايمون كاول اللي الناس يشوفونه شديد شديد ده رقيق جدا مليون في المية. هو اكتر حد بيتاثر بال اذا شيء في براءه تشوف صحيح. يبدا ما يقدر يتحمل حتى واحد ما كان يشوف ما قادر يشوفها في عينه صحيح، عشان القصه كانت جدا يعني متعبه. سبحان الله مرات نحن الشخصيات اظن شوي لان شكلنا قاسي من داخل. الوالد اسمه عبد الوهاب صحيح؟ اوكي. ده اسمي مش اسم شهرة. اسمك هيك؟ يعني اسمي فتحي عبد الوهاب مرسي سليمان. اوكي. ف عمي عبد الوهاب في كلمة، وصف لي في كلمة واحدة. الله يرحمه المخلص لأفكاره. المخلص لأفكاره. أبويا كان صحفي، والدي كان صحفي. أي قريت. الله يرحمه. عمر في كلمة. الأمل. أمل. الوالدة اسمها ليلى. الله يرحمها. الله يرحمها. خالتي ليلى في كلمة. الطيبة. إذا تقدر ترسل إيميل للوالدة الحين، شو تكتب لها؟
مش هعرف. شو تبغى تقول لها؟ أقول لها إنه أنا أتمنى إن هي تكون استردت صحتها وشبابها وعافيتها في المكان اللي هي فيه. والوالد شو ترسل له؟ أتمنى إن هو باله يبقى ارتاح. تحس إنه هو توفى وهو مرتاح ولا كان؟ لا كان تعبان في حياته. يمكن في أمور بنبقى إحنا عايزين يعني مفيش تعارض بين إن أنت تكون مخلص لأفكارك وان انت بتكمبرمايز. الكمبرمايزنج مش بالضرورة ان هو يبقى تخلي عن افكارك او يبقى مش بالضرورة ابدا. صح. وخصوصا في الـ في الـ في الـ في الامور المتعلقة بالحياة العامة والشؤون العامة مفيش حاجة ستريكت قوي فيها كده يعني مفيش حاجة. بس فده كان طبعا 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 كان مؤثر جدا. اتمنى يكون مرتاح يا رب. الطلب الوحيد اللي عندنا على الناس اللي فقدناه. بالضبط. كنت اكلم تعرف فتحي وحدة اشتغل معه عزيزة علي وفقدت امها من قريب الله يرحمها وليحين تعبانه جدا جدا تعبانه. يعني اول ما اقول اسم امها تصيح تبكي يعني. تشوف اسم امها في مجله تبكي تعبانه يعني في الجريف هذا. ما اعرف شو بالعربي الجريف. شو الجريف بالعربي ما اعرف. والفقدان هو يعني الإحساس. الإحساس بالفقد. أيوة. فوايد ما عارفة هي مش عارفة تقول أنس ما بعرف أطلع منها. قلت لها قلت لها شو أنت تؤمنين في شيء بعد؟ إذا تؤمنين إن في جنة هل أمك كانت مرأة زينة كويسة؟ قلت لها ليش خايفة؟ أنت تؤمنين في جنة صح؟ قلت لها ما عليها كلام. هل هي كانت شريرة؟ هل هي كانت حاقدة؟ قالت لي لا أنس كانت وايد زينة. قلت لها أوكي. قلت لها من الأناني وكانت تعبانة صحيا جدا آخر كم سنة. قلت لها للأسف من الأنانيين أن نطلبهم يكونون موجودين للحين وهم تعبانين. طبعا. ومن الغير أنانية أن أنا أقول أنا أحبك بس أنت أفضل تروح. أفضل لك والله أفضل لك. رحمة. ارتاح. خل نفسيتك خل صحيح. الروح اللي عندك ترتاح. وهي كانت تعبانة قلت لها خليها لو تحبينها خليها. تعرف هو في حاجة ليها علاقة بالفقد برضو مهمة جدا. حاجة ذاتية ليها علاقة بالفقد ان انت بتحس ان الشخص ده خانك. احنا ما اتفقناش انك تسيبني وتمشي. في جزء طبعا انا بقول حاجه ساركاستك جدا يعني بس في جزء من الحكايه ان انت بتحس ان الشخص ده غدر بيك. انت سبتني ومشيت. جزء صغير. الجزء ده لما الشخص بيفكر من منطق انه مصلحة الشخص ده ان روحه ترتاح يعني
او هو عمره كده كتقبل يعني، او او اي امر تاني يعني ما فيش منه بد، خلاص ما مش عارفين نعمل حاجة يا جماعة، احنا مش عارفين نعمل حاجة. لو الشخص فكر بطريقة ما فيهاش انه اللي مشي ده خانه او اللي مشي ده غدر بيه، هيلاقي انه خلاص يلا مع السلامة نشوفك بقى. ترى نحن نقول هم ارتاحوا ونحن اللي تعبنا، ده صحيح، ده صحيح، طوحوا. ده صحيح. بس انت الناس اللي يبقون، الاولاد، الاهل، الازواج، هذيل اللي يعيشون. يعني حتى واحد من ربعي الله يرحمه توفى فتحي من شهر ونص، 42، شاب رياضي، يعني سبحان الله ما تتوقع ابدا ابدا ابدا. كنت اقول الله يعين، نحن اصدقاء تعبنا كم يوم بس نحن الحياة مشغولين بعد في حياتنا، فسبحان الله تشغلك الحياة في لقطات تتذكر. بس كنت أقول الزوجة اللي كل يوم تروح للغرفة وتشوف السرير فاضي، الولد اللي أبوه كان يوصله المدرسة، هذيلا كيف يتأقلمون؟ وايد صعب. مشط يذكرك، جوتي، ريحة. لا خلاص، هو في تعبير كده، الفيشة بتاعت الحياة بتتشال عن البيت ده، بيضلوا. عشان كده ربنا بنقول ربنا يصبر دايما الناس على الفقد، وشيء مضمون بس ما نتعود عليه. آه مستحيل، كلنا نعرف أنه موجود، موجود في الغرفة بس ما تتعود عليه. بس لما كنت بقول لك انه هي يعني نعمه ان البني ادم ما يعرفش، انا معك صدقني، انا مثلك ما افتح الرساله. اه هي خلها عيش يا اخي. اه ويحصل وقت ما يحصل، زي ما هيحصل للناس كلها يعني. صح. اه لو ناخذ قلب فتحي، سؤال افتراضي، ناخذ قلبك وحطه قدامك، شو قلب فتحي يقول لفتحي؟ أتمنى إنه أتمنى إنه، وده طبعا حاجة مجازية ليها علاقة بالقلب وبتاع، بس أتمنى إنه أتغاضى وأتعدى تذكر الأمور أو الأشخاص اللي كانوا مؤذين يعني. أن تسامحهم؟ مش 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 في كل الأحوال بتقدر. على فكرة التسامح ده محتاج شجاعة كبيرة جدا، ومحتاج إيمان كبير. ممكن الحاجتين ما يبقاش عندي قدر كافي بيهم يعني. ده شعور مش لطيف يعني. أنا أقول الواحد يسامح عشان خاطره مو عشان خاطرهم. أنا ممكن أنسى يعني، أنسى بس بيظل نفس المكان اللي فيه الأذى موجود. هو ده اللي محتاج شجاعة كبيرة وإيمان عميق جدا. لو تقدر تختار آخر كلماتك قبل ما تموت، شو تقول؟ آخر كلماتك هنا في البرنامج؟ لا لا، لو تقدر تختار آخر كلماتك قبل ما تموت.
اختار انه يبقى اخر حاجه بعملها ان انا تقولها اقولها لا اخر كلمات تقولها اقولها تبقى جمله في مشهد انا بعمله. قل لي. لا ما اعرفش ايه هي. يعني ارتجالي. جمله في مشهد ابقى انا في مشهد بعمل مشهد. بتختار تقول جمله من مشهد قوم تموت. يبقى ده اخر حاجه عملتها في حياتي. آخر سؤال فتحي في كلمة. أنت مصر تخليني أكره نفسي. ما تخلينيش أتكلم عن نفسي. الإنسان هذا تمنيت أن أكون صائباً. صائماً؟ صائباً. صائباً. ثلاث كلمات. مش لاقي تعبير واحد. تعبير صار هي مو كلمة. أيوة مش لاقي كلمة تجمع الثلاثة دول. تمنيت أن أكون أربعة. صائباً. صائباً. نبغى نلخصها في كلمة يا أخي. لخصنا ما شاء الله كل الناس العزيزين عليك في كلمة. نحتاجك أنت الإنسان في كلمة. بخلي العبارة هاي سؤال زيادة الحين آخر يعني عبارة فتحي بس أنت في كلمة. إذا أنت تشوف فتحي من بعيد الإنسان وتعرفه زين تعرفه ولازم تقيمه في كلمة تقول هالإنسان كذا. ما هي أصلاً لو قلت كلمة ممكن تبقى صفة وده عادي مش حاجة كويسة أن أنا أقول على نفسي. ما في كويس ولا مش كويس، في كلمة، في واقع، في رأي. مسافراً. هلا شكراً. عرفتوا كل حاجة وعرفتوا أسراري وعرفتوا كل الماشي. انت عارف شو اللي أنا يوم كلموني إن ليش ما تجلس مع فتحي فسألت أكيد سألت يعني منو خلينا نتعرف عليه كذا انتوا تحبون لو نسوي مقابلة معه سألت كم شخص أكيد يعرفك يعني مش شخصيا بس يعرفون عنك يقولون ممثل رهيب بس ما نعرف ولا شيء عنه. كده تكرر أنس ممثل موهوب جدا بس ما نعرف شيء عنه ما نعرف شيء عنه ما نعرف شيء عنه. قلت له خلنا نتعرف فعلاً محدش إطلاقاً. بعدين أنا أصلاً ما بعملش انترفيوز خالص مبين لأنه مش فكرة أن أنا أعمل أو ما أعملش الأسئلة وتحس أنه ده هو نفس السؤال ده هو نفس السؤال ده وأسئلة في الأساس يعني ملهاش معنى يعني وبعدين كله بيهتم بفكرة المهنة. نعم أنا لا أولاً أنت لا وفي حاجة تانية كمان غير المهنة هو مبقاش مهتم بفكرة المهنة بس هو عايز يطلع بحاجة يضيف عليها حاجات كتير فتعمل منشات عامل كده يعني عشان الترند وعشان أنا تعرف عشان الترافيك و... فتحي كل شيء ما عجبني في الإعلام عكست عندي ده حقيقي يعني هالحلقة تنزل بالكامل تشوف الناس خلي يشوفون تردد هني ما تردد سكت تتكلم كثير خلي يشوفون انا الإنسان. في اوقات كنت بحس ان السكتات طويله وانه معلش ما هو المونتاج بقى يبقى يشيل السكتات دي اخلي انا دلوقتي والله اجمل شيء اجمل شيء يعني خلي الانسان انتظر خلي الناس تكون متصالحه مع السكوت نحن بس شاطرين ما شاء الله نملي فراغات والسكوت على فكره أو أنا بفكر كده حتى في الشخصيات يعني السكوت هو حوار وليه إيقاع مش مجرد أن الواحد ساكت يعني لا هو سكوت حوار نفسه